خبر عاجل زار وفد من الجنس الجابوني الدار البيضاء، حيث قدم لهم الوالي مفتاح المدينة. وقدم لهذه الشريحة أطباقا من لبن الشرقي ولبن حليب، كما تعرفوا على أكلات شعبنا المضياف كطيب أهالي. ثم زار الوفد الصخور السوداء والسالمية لتستقبلهم تشنويت برقصتها الرائعة. ثم تعرف الجنس الجابوني على الكسكس الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبع، فأكلوا خير الله من السميد المسقات وأعجبوا بسلاوي أيما إعجاب. وبعد توديع السالمية زار الوفد منطقة القريعة، فأشعلت الفناير وعزف الهجهوج أنغما جميلة، ليقوم الضيوف بعد ذلك ببعض اللقطات من الفول كونتاكت والسومو. إلى هنا نقفل الخبر بالقفل ونهاركم سعيد. باي.